وي فوبيا اسحاق واش راك حبيبي؟ سلام، كنت خويا ميهو بتهضر على انجيلا ماكل. كي شغل وليت نضحك انايا، زعما كخالاني زعما دوك انجيلا ماكل شي دارت لالمانيا؟ تقدر تقول لي؟ واش دارت؟ خاطر راني عايشه في المانيا، وملي كانت يعني كي كانت رئيسه هذه انجيلا ماكل، هي اللي خسرت كاع المانيا. كيفاش خسر؟ عندك ارقام اختي؟ بيان سور، تفضلوا. كي دخلت 2015، كي دخلت كاع لي زيترونجي لي كريمينال، واللي هكا واللي ولاو يدخلوا يعني. معنى ماذا؟ ما قلت لك ارقام، قلت لك ارقام، ما خصنيش هضره على اليمين المتطرف دخلت اجانب جابت. انت بون، تهضر دائما نعاود السؤال تاعي. الخطره الجايه نهبطك. بلا بون، ارقام. الخطره الجايه نهبطك. شو ارقام من معليش. حقك. بون، انا راح نعطيك ارقام واش دارت المانيا في الايكونومي. كي تعطي مثلا انت هي الحجه على من يدعى. انا راح نعطيك ارقام كي جات المانيا في الكوتي ايكونومي، في الاندكس نتاع الحريات، نتاع الرفاهيه عند لي زالمون، نتاع الدخل، انت على الدخل تاع الفرد. هذا النقاط هذو اللي نهضروا عليهم، اللي نقيسوا بهم، مش اجابه اجانب. كلام تاع اليمين المتطرف قال تاع البروباغندا هذه. عندك ارقام ولا ما عندكش؟ كيف بصح احنا اللي عايشه هنا، احنا نشوف هنا ما دام شايف. كي عايشه هنا، كي عايشه هنا انا ثاني اللي عايش. هذه كلام تاع عايشه هنا تاع قهاوي، ديري في لايفات اخرين عند عمك ميهوب. هنا نتكلم بالارقام ونتكلم بالحجه والدليل. عندك ارقام في الكوتي ايكونوميك باغ اكزومبل؟ يا قلت لك باللي ما عنديش عندك ارقام. عندك ارقام في الحج، عندك ارقام فيما يخص الصادرات نتاع المانيا في الفتره نتاع انجيلا ميركل؟ ما عندكش. يا سمعتني، قلت لك انا راني نشوف الواقع اللي انا عايشينه. على معلش. اساس في بون، حمايه هذا بون هضره تاع قهوي. معلش، متحسن. ديها معك ورايح، ديها معي. يا رب، يعني المرأة تقول لك مش عارفة شنو، مش عارفة شنو تحب تقولي. كنت حابة تقولي باللي المرأة ما عندهاش القدرة انها تسير بلاد. ما فهمتش يا سيدي. مشي انجيلا ميركل، مارغريت تاتشر يا سيدي، مشي مارغريت تاتشر. روحوا روحوا النرويج يا سيدي، روحوا النرويج لرئيسة الوزراء. شحال من عام وهي مخلتها البريمي في الموند، طلعت الاندكس ديمقراطي حتى 9.93. روحوا للدنمارك، روحوا لايسلاند، روحوا نيوزيلاند، اللي هادو نساء حكموا فيهم. هادو تاني ما كاش. قلت لك حبه تهضري، هضري بالارقام. وراه فوبيا بني هذا طلع. لا شوفي اختي، لا حبه تطلع نطلعك. الهضره تاع القهوي عندي، هضره المقاهي وتاع انه المانيا وانا عايشه في المانيا، ما فهمتش. على هبطني هكا. معليش، واش حبيتي تقولي؟ حبيتي تقولي باللي المرأة ما عندهاش القدرة انها تسير بلاد؟ لا، ما خليتنيش كاع نهضر. شكون اللي قال؟ معليش، حبيت نسقسيك سؤال. احنا في الثورة اسكو اسكو معليش، اسكو المرأة عندها القدرة تسير؟ تهضر انت كي شغل، تهضر كي شغل كي تبغي هكا، كيفاش يقولوا، تبغي تواسي رأيك ولا الفكرة تاعك، زعما تعمم هكا، تعمم و كيفاش يقولوا، تضرب زعما أمثلة تاع كافرات وهكا. علاه ما تضربش؟ هذا اللي دوك على مثلا الاسرائيليات المجندات اللي في التيك توك يديروا هكا فيديوهات على زعما هذو شرم دين. على ما تعداش في الثوره الجزائريه، ما كانوش نساء مع الرجال اللي في الثوره الجزائريه. كي شغل تقول باللي، كي شغل باغي تبين للناس فكره باللي زعما المسلمين وهكا متخلفين والاوروبيين وهكا عندهم المرأة. احنا فينك عندنا هذا الصالح في المرأة تاعنا الجزائريه؟ نقدر نجاوبك يا ليلى؟ شكرا، هذا وين فهمتك. شوفي ديزولي، المشكله انتك ما فهمتينيش وانا ثاني ما فهمتش. معليش معليش نكمل، معليش نكمل جمله يا دين ربي باش تفهمي واش نهضر وكيما لما تقاطعيني. شكرا، انا ما فهمتكش. انا هذا وين فهمتك، وانت المشكله تاعك ما فهمتينيش. لانه انا راني نقول المراه قادره على كل شيء، كانت مسلمه، كانت هندوسيه، كانت يهوديه، كانت مسيحيه، اذا كانت البيئه متوفره قادره تدير كلش. نعم، كي هضرتي على المرأة الجزائرية، جداتنا وين ما كان الرسول يمسح بثلاث حجرات، كان يمسح مؤخرته بثلاث حجرات، يعني في الحديث الصحيح نتاع ثلاث جمرات. كانت عندنا ملكة في شمال افريقيا، مرأة دي هي هذه في الجزائر. نعم، ما يخصي هضرتي لي على النساء الجزائريات. نعم، اللي كانوا يشاركوا في الثورة، ومشي غير يشاركوا في الثورة، نعم كاين اللي رفضوا السلاح، ومام كاين اللي شاركوا في البيت، كانوا يوكلوا ويشربوا كلش، وهذه ثاني مشاركة في الثورة فعالة، وكانوا يخبوا الناس وكانوا يعطوا المعلومات. هذا هو البيت نتاعي، بلي انه المراه قادره على بها. انا كي عطيت لي زومبل على الناس اللي حكموا قوه عالميه، كي هدرت على هاد الناس هذو لانهم هم قوه عالميه. مي المراه اون جينيرال نقول كي تكون بيئه تقدر تدير، راني نهضر انا وانت نفس الشيء، راني نقول بلي المراه تقدر تدير كلش كي تكون متوفره فيها.
اي الله بالضبط. نتاعك، الله نتاعك يقول لك الرسول راه ينعل قوم حكمتهم امراه ولو امرهم امراه. لا دوك انا ماناش نهضر دوك، انا مانيش كما يقولوا مانيش دين، مانيش يعني مرأة دين هكا اللي تقدر تجاوبك بهذا اسكو المرأة قادرة تدير، اسكو المرأة قادرة على شقها ولا مش قادرة على شقها؟ يعني على حسب شي شفنا، احنا شفنا بلي المرأة يعني انا على حسب شي شفت انجيلا ماركل ما دارت، حتى ما دارتش معليش خلينا من البيج نتاعي مشي انجيلا ميركل. انجيلا ميركل انها كانت حاكمة بلاد ودارت اقتصاديا بالارقام، ماشي ما دارتش على حساب رأيك. بس كل حساب رأيك، رأيك ورأيي نرموه في الزبالة، احنا كي نحوسوه نروحوا نشوفوا دروك الاندكس، نشوفوا الاقتصاد، نشوفوا الارقام العالمية، نشوفوا المنظمات العالمية، نشوفوا واش دخلت الالمان في الفترة نتاعها. هذه هي باش نقيسوا، ماشي بهدرتك باسكو كي عايشه في المان، ولا انا نهضر عن النرويج نقول لك انا عايش في النرويج نقول لك رايي. رايي هذا يسموه تاع القهاوي في اللايف كاع تاع قشيحه نتاع فوبيا نتاع هاد الناس اللي ملتحته. بس اللايف نتاعي كي نهضروا نهضروا بالارقام. الور مدام غادي دروكا بويس نقول لك تهضري على الاسلام وتهضري، الله نتاعك يقول لك الراجل عنده الحق يؤدب المراه، واش رايك في هذه؟ هذه دوكا انت دوكا تهضر على، انت تهضر على هذه الآية تقول اضربوهن، انت 24 ساعة تقول اضربوهن، دوكا احنا الضرب عندنا، احنا عندنا ضرب، بس كي تروح التفسير يقول لك السواك، دوكا انا عندي واحد سواك يضربني بسواك ماشي ضرب على حسب معليش التفسير. يعني ما انت يا انا نضربك دروك بالسواك، بعدك تقول لواحد معليش تقول له معليش يضربه انت خمسة معليش ضرب السواك، معليش عندك الصح، كاين الضرب بالسواك. نعم ابن العباس اللي هو حبر الامه في تفسير الايه يقول لك الضرب بالسواك، يقول لك الضرب غير مبرح وغير بالسواك. طبري ابن كثير كل شيء يقول لك غير مبرح، يعني ما تكسر لهاش ما تضربهاش الوجه، ما تكسرهاش العظام. الرسول كذلك في حديث صحيح يقول لك ضرب غير مبرح، صافي دير تقدر تضربها للمؤخره يعني في اماكن عده، غير فقط ما تكسر لهاش عظامها. يقول لك الرسول في حديث اخر علقوا الصوت حتى يراه اهل البيت. ليسونسيال كاين عنف، معليش. والمشكله هنا وين راهي؟ انه الراجل ما عنده، المراه ما عندهاش الحق دير لا ميم شوز. لو كان الراجل يكون رخيص وينشز، المراه ما عندهاش الحق تضربه بالسواك، باسكو الا انت تقبلي الاهانه بالسواك، النساء اللي راهم معنا ما يقبلوش السواك، ما يقبلوش الاهانه. بصح الراجل فينك، عنده عنده ربي عنده كيفاش يقول زعما، الا كان الا كان دار هذا الصوالح لهدايتهم المرأة وهي من بعد زعما تضرب السواك، هو فينك هذا الصوالح، فينك عنده عقوبة عند الله، هذه حاجة معروفة يعني. معليش اسكو المرأة تقدر تعاقبه؟ انت دوكا وحدة مثلا مرأة مثلا تحت راجل، مادام اسكو المرأة ثاني راجلك يدرك، كاين راجل، راجلك كاين راجل هو يعني العمومية، كاين بون راجلك ينشز، اسكو عندك الحق تضربي بالسواك؟ انا جايتك، كاين رجال انت تضرب معليش بالسواك شوفي في الاخيره وهذاك الاخرين تاعك وتاع الوهم تاعكم اللي حشوه كاين الخمبيح. راجل انت يضربه بالسواك، قلت لك هو يدق دقك زعما دوكا ربي يكتب هكا اسمه. معليش يضربك بالسواك، انا سواك هذه شوفي سواك اهانه، انا ما نحبش نضرب مرتي بالسواك بس كن نرفض عليها صباعي ولا نرفض غير صوتي، هذه اهانه ومذله. معليش انت تحبي المذله وتحبي يضربك بالسواك، اسكو انت عندك الحق تضربي راجلك بالسواك الا هو نشز؟ بس احنا نقول لك دوك انا بدير هذه زعما هو. غادي نعاود السؤال تاعي، هل انت عندك الحق في القرآن في الإسلام تضربي راجلك بالسواك؟ اني ما عنديش. لماذا؟ اعطيني حجة الآن، سمعي مليحة، اعطيني حجة منطقية عقلانية على العلم، لماذا هو عنده الحق يضربك بالسواك وانت ما عندكش الحق؟ بدون ما ترتكزي لي على التكست نتاع الجهل تاع القرن السابع نتاع قريش، وان كانوا عندهم يشوفوا المراه نورمال لازم نأدبوها كالحيوان، وبارابول الحيوان ما من اليوم الحيوان، العلم الموثق اكد لنا بلي الحيوان ما نحتاجوش نضربوه، كي نتعلموا معاه ونديروا معاه كومينيكاسيون يقدر يدير كلش. اتفضلي اعطيني حجه منطقيه عقلانيه حجه علميه. منطقيه، انا عندي حجه، الحجه تاع النورمال يعني من مخي انا، راجل نضربه بالسيوك ولا تستفزي يقدر يدقدقني، سما هكا يولي عنده سبب هذا الراجل على يقدر يدقدقك، فهمت؟ سما حنا ربي وعارف، ربي سبحانه يعرف كيفاش الراجل يخمم وكيفاش المرأة تخمم، ماناش نخمم كيف كيف، بصح هذه باش تلحق اصلا بها تضربها بالسيوك كاين شعاع من حاجه لازم زعما ما ترقدش معاها في البنك، هضر معاها وهكا. يعني ما ضمن مدام هذا الغناء والرقص نتاعكم نعرفوه، رانا قلنا وان خفتم نشوزهن فعيد، نعرفين النصيحه وكلش. هذا ربك قال لك كنت تضربيه غادي يدق دقك، يعني هذا الله نتاعك هذا ما قدرش يدير قانون للراجل يقول له نو باريزومبل يسقسيك. سمعي مليحه، كاين قانون تاع بلادي اللي انا عايش فيه، ممنوع الراجل يضرب المراه وممنوع المراه تضرب الراجل. سمعي مليحه، في النرويج اللي انا عايش فيها
كاين قانون يقول ممنوع الراجل اللي يحط يديه على المرأة والمرأة تحط يديها على الرجل حتى ولو بالسواك. وكاين قانون تاع الله نتاعك اللي يعطي للراجل الحق انه يضرب المرأة بالسواك. شكون هو القانون اللي فيهم اللي يحمدهم؟ يا خنا يا خنا قلت لك حنايا خنا قلت لك نعاود لك سؤال. كاين قانون نتاع النرويج بس هذوك ممنوع منعا باتا ان الراجل يضرب المرأة. خنا انا قلت لك نعاود نعم نعاود لك السؤال. كاين قانون انت عندك 25 سنه تهضر في اللايف. كاين انا لاول واحد لاول مره ثاني مره يطلع معليش انت عارفه علاه باسكو السؤال واضح مدام. السؤال تاعي واضح وانت ترقصي معايا ماشي قضيه انك الاخرى تاعك. انا ما نتنمرش حاشا بصح انا عليها انك تتنمر يا حبيبي. نو نو مانيش نتنمر. انا نقول لك اني نتنمر على الفكره مانيش نتنمر لك كشخص فوق الراس والعين. اما لا غادي نعاود لك ونعتذر ونشوف غير هذه المره تجاوبيني. كاين قانون تاع بلادي يقول لك ممنوع منعا باتا من الراجل يحط اصبعه على المراه والمراه تحط اصبعها على الراجل ولا السواك. وكاين قانون واخد اخر يقول لك الراجل عنده الحق يضرب المراه بالسواك. شكون هو القانون اللي احسن؟ السؤال تاع القانون. بصح انت دوكا كي تروح البوليس تقول له روح لهم نقول له معليش انا ما واش من قانون اللي احسن؟ اللي احسن مني جاياتك بصح باش يعني انا شكون اللي جاي مدام كاين نهضر سؤال واضح. شكون هو القانون اللي تحاسبه تاعي هكا زعما هكا انساني وتخلي واحد قانون الي نعم غادي تهضر خمس دقائق. القانون الي احسن ولا قانون با احسن؟ بات على القانون للبلد ومش يعني مشي تاع الالهي. اوكي عجبك القانون الاخر مش الالهي. يعطيك الصحة. برافو برافو. راكم تشوفوا قانون الله عز وجل الصالح راجلي ضربني بالسواك ورحت للبوليس قلت له رحت لنبكي نقول قلت له راجلي ضربني بالسواك شد لي يضحك عليا. وين هذه وين واش بلاد؟ انا دوكا مثلا عندي دوكا عايشه في المانيا ويجي روح راجلي ضربني بالسواك نروح للبوليس نقول له نروح ليه نبكي نقول له راجلي ضربني بالسواك دخلوا للحبس شاهد للبوليس يضحك عليا. نعم غادي يرفع قضيه عليه. نعم اللي عندك شوفي الاخر ما كاينش. نعم مدام في المانيا الا كي عايشه فيها اللي ما كاينش تعرفي اللي تعرفي غير البطاطا ولا والدلاع شحال يسوى. معليش سكتي شويه. في المانيا اللي تعرفي غير السومه تاع البطاطا والدلاع شحال يسوى عند عمي رابح التركي كاين قانون ماشي غير في غادي نعلمك هنايا. كاين قانون الاهانه النفسيه فقط يعني بسيكولوجيكمون لا تورتور كي يسبك ولا يتعدي عليك. نعم يقدروا يدخلوا الحبس مدام يقدروا. في المانيا كيما في الليبي جيرمان كاع كلها في الدنمارك وكلش. روحي قراي شويه على القوانين خليك مش حتسوى البطاطا عند عمي رابح التركي. يدخلوك للسجن كي تسب. نعم كي تسب امراه وتهينا يعني بسيكولوجيك مو تعتدي عليها ودير لها لا توغتيغ بسيكولوجيك. نعم هذا كاي قانون ماشي غير في قانون اوروبي. لا ما كاينش هذه ميهم لا غالب الاندماج يا ربك. وهذه المشكله كانت تهضر قالت لك انجيلا ماركل جابت ناس اجانب الالمان وهي مازالها تقصي على شحال ديال البطاطا الدلاع البطيخ الزروديه عند عمي رابح التركي على بالها كاع بليبري شحال يدير اللحم الحلال لحم الخروف عند عمي تعرف بصح القوانين ما تعرفهاش. ديجا با مال كي قالت لك القانون البشري احسن من القانون تاع الاله. ديجا راهي اعتراف ما نكذبش عليك راهي ديجا اعتراف كبير بزاف بزاف الحمد لله. واش راكي حابه تطلعي عندي تي رشا؟ مش عارف علاش حابه تطلعي عندي يعني افكار ما عندكش جو سي با انا كي حابه تطلعي عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. امبارح طلعت معك خويا قلت لك بين لك الإلحاد ندخل معك تهبطني ديريكت على زعما. لأني مانيش ملحد. أنت. لأني مانيش ملحد. كيف أنت واش راك أنت؟ واش من الديانة تاعك؟ أنا مسترتد يعني نص مسلم ونص مرتد. نص مسلم نص مرتد. نعم مسترتد نعم. انت قراني كما القرانيين هذوك جماعه تقدر تقول هكا تقدر تقول مسترتد انا كما نص مسلم ونص مرتد. منين جا القران اخويا منين؟ القران؟ ايه جابوا واحد الانسان جاهل في القرن السابع. لعنة الله عليك الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل خويا. امين يا رب العالمين. علاه ماشي جاهل؟ نعطيك حديث باللي الرسول جاهل وتحوس عليه لما لقيتوش الرسول. الوحي يا خويا صح كان ام ينزل عليه الوحي ولا عالم خويا كاين 2 مليار بنادم يتبعوه ما عنده لا تيك توك لا انستغرام لا فيسبوك لا حتى واه لا حتى حاجه. اه معليش خليني نهضر وتهضر اسمعي باش ما نقاطعكش.
شوف حبيبي، زيد فضلك، الرسول كان لقى وحدين، كان كيما انا هكا، كيما كنت قبيله نتمشى برا، جا فايت هكا لقى الناس كيفاش يقولوا، لقاهم يلقحوا في النخيل تاعهم، عندهم جنان تاع النخل تاع التمر، اي النخيل كلش فات عليهم. السلام عليكم، قالوا له السلام عليكم يا محمد يا قتل. قال لهم، قالوا له وي، قال لهم واش راكم ديروا يا رب؟ قال لهم اودي احنا يا هذا راك تعرف المعرفه التراكميه، انت باريزام على جدودك جدودك وكلش، تعرف كيفاش يخدموا الشجر كيفاش يخدموا. قالوا له تعلمناها رانا نديروها هكا باش يولي يجينا التمر. واش قال لهم؟ قال لهم اودي خلوا عليكم، قال لهم هذه مكتوب ربي، قال لهم ما كاش مشكل، قال لهم غادي يجيكم التمر كيما جاكم العام اللي فات وكلش. المهم سمعوا له ما داروش هادشي، حديث صحيح. من بعد فتره راحوا ليه قالوا له كيفاش تقعد بينا؟ قالوا له قلت لنا باسكو ماتوا كاع النخل تاعهم. واش قال لهم الرسول؟ واش قال لهم؟ قال لهم اسمع واش قال لهم الرسول، اسمع هذا الحديث. على بالي بلي الناس تسمع الحديث قال لك يتمنيك، بصح هذا الحديث اللي يحب يحطوا لهم يحطوا لهم الحديث. قال لهم شوفوا، قال لهم اسمعوا، قال لهم صوالح تاع الدنيا سقسوني عليهم، قال لهم خطونا من ربهم، قال لهم انا ما نعرفش، قال لهم نغلط، بصح صوالح تاع الاخره قال لهم هذيك واه. فهمت؟ ميهو شوف، انت في قرارة نفسك، انت اقسم بالله غير انت تامن بربي، انت ما زالك تامن بربي خويا. انا الحمد لله والله اسماعيل، والله انت انسان هايل والله العظيم. انت والله غير شوف، عاود راجع نفسك خويا العزيز، راجع اسمع. واحد السيد، واحد الاعرابي جا عند الرسول في حديث صحيح وحوس عليه هذا، لما لقيتوش روح عندي يقول لي عمي ميهو كذا، جا عنده قال له ودي، قال له راني واش بك؟ قال له واش بربك؟ قال له اسكت، قال له انا زاد عندي ولد، قال له مرتي زاد، ما هو كيشغل بيض تعرف شكل تاعو عربي، قال له ولدي، قال له مرتي ولدت لي ولدي كحل، قال له كحل تاع الصح. بو قال له من بعد وراه المشكل، الرسول بغى يلعبها زعما فاهم، بغى يلعبها طبيب. قال له وراه المشكل، قال له كيفاش وراه المشكل؟ قال له انا ومرتي ما عندنا حتى واحد في العائله تاعنا، جدودنا ولا اللي كحلين، كيفاش الولد يجيني ولا اسمر ولا كما نقولوا باللغه العربيه. ايوا واش قال له؟ قال له عندك جمال، قال له شنو اللون تاعهم؟ قال له كحلين، قال له فيهم واحد احمر، قال له وي، قال له ها خلاص. ان الله يخلق من ما يشاء خويا، خلق ربي، ربي يخلق واش يحب خويا، خلق خوك، خلق عمك، خلق كائنات حيه خويا، ما نعرفوهاش ميم با. بلاش انت شوف، عاد نقول لك حاجه، انت مي خلصوا فيك، انت كاش جماعه يهود راك فاهم، انت بعت دينك بشويه دراهم معدوده، كاش فئه خاصه راهي تخلص فيك دركا، راك عايش في النرويج راك فاهم، عندكم 3 شهور ليل 3 شهور نهار، وراك قاعد نهار كامل انت داير تيك توك، تدي في لي فيوز، تدي يخلصوك هذوك الجماعه، راك عايش غايه، عجباتك هكا حالتك، بصح هذه ما تدومش خويا، انت ميت ميت، رايح الحفرة. ومن بعد كيفاش تقابل مولاك اخويا؟ كي تكون صح نقولوا صح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق والقران الكريم صادق، كيفاش انت وكيفاش راح تقابل مولاك؟ ان شاء الله بربي. انا صح نقولوا صح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق والقران الكريم صادق، كيفاش انت وكيفاش راح تقابل مولاك؟ ان شاء الله بربي. انا وتلقى باللي كاين من هالاسلام دين صح، والله غادي نشوف في ربي، وغادي ندير هذاك الحديث تاع النخامه، غادي ندير غادي نتفل عليه ونقول له مانيش حاب ندخل الجنه تاعك. علاش تطعن في السنه وما تطعنش في القران؟ ما تقدرش تطعن في القران باسكو كيفاش من غير، لو كان هذا الكتاب من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما فيك، ما كاش، ما تلقاش اختلاف في القران الكريم، ما تجبد لي حرف واحد غلط في القران الكريم نتحداك انا ندخل معاك، ندخل نولي ملحد، نولي الدين تاعك نتبعه. ناس كيف دايرين خويا، علماء كيف دايرين، ما قدروش يثبتوا خطا تاع القران، تجي نتايا انت تقول لنا الرسول وكذا، ما تجبد ليش الرسول، جبد لي القران، قران معليش عيا. تعرف هذيك الايه تاع لما قضى تعرف هذيك الايه تاع لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ ايه زيد بن ثابت. ايوا زيد بن ثابت، لا زيد بن الحارثه، بن الحارثه، زيد بن الحارثه كان مربيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ ايه ومن بعد قال لهم شغل كي حب حسبوه راه متبنيه اهل قريش، نزلت الايه القرانيه يقول له ما كان محمد ابا من ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيفاش ما كانش ماشي الرسول ما تبناش؟ كيفاش؟ الرسول ما تبناش؟ كان مربيه.
ما تبناش الرسول. قبل ما تنزل الآية كان متبنيه، بصح كي نزلت الآية خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كنت تبنيه حرام. مش كانوا حاسبين باللي متبنيه، يعني كان متبنيه. بصح ما كانش عنده علم خويا، ما كان أمي أنا نقوله، ما كان مازال ما نزلش الآية. بصح كيفاش كي 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 معليش كي تبناه، معليش كي تبناه، كي صعد فوق أسوار قريش وقال لهم هذا ابني يرثني وأرثه. علاه ما جاش جبريل جاب له الآية وقال له حبس ما ديرش حاجة حرام؟ كيفاش ربي يخليه يدير حاجة حرام؟ كيف حاجة حرام؟ ما كان مازال ما تبينش، مازال ما معليش معليش ربي كان على باله، كان ربي كان على باله هذاك الوقت بلي التبني حرام ولا ما كانش على باله؟ على باله. بصح كيفاش خلى الرسول دار حاجه حرام؟ كيف حاجه حرام؟ بصح كان مازال ما حرمش، شيخ تحرم. نعم هذاك الوقت، هذاك الوقت ربي كان معليش افهم مليح، افهم هذاك الوقت ربي كان عارف بلي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. الخمر تحرم من بعد كاع، يفعل ما تشاء، كانوا من بعد العشاء يروحوا يشربوا الخمر، ومن بعد باش تحرم الخمر جات حبه. انت كيف تقدم تجيب لك انت راك جديد، زعما نقولوا في الدين، ولا نقولوا انت دخلت تقرا سنه اولى، نجيب لك تقرا قرايه تاع جامعي. اسمعي على بالك باللي غادي كي تكمل الهرطاقه تاعك وتكمل الاخرى تاعك غادي نعاون شخصي. ربي كان على باله بلي التبني حاجه ماشي مليحه وحرام، صح ولا ماشي صح؟ ايه بصح بالك في وقت قريش كانت هذه مانيش نهضر لك في وقت قريش، راني نهضر لك كي الرسول تبنى، كان ديجا القران نزل، وكان ديجا الرسول، وكان ديجا النبي، وكان اذكر الله كان عارف بلي التبني حاجه ماشي مليحه وحرام. مازال ما كملش القران اخي، القران كان باقي ينزل 20 سنه هو ينزل على سيدنا محمد. وي ولكن اسكو كان عارف بلي التبني حاجه ماشي مليحه وحرام. ما يقدرش يحرم هذه، يحرم ديريكت حاجه خويا من باب ما عنده ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان امي يا خويا. ربي ما تفهمش العربيه. ربي كيفاش ما قدرش يرسل له جبريل ويقول له حبس ما تبناش باسكو هذا حرام؟ يقدر على ما يقدرش. ايوا علاه خلاه تبناه وكبر رحت تزوجوا حتى من بعد من رحت عنده وشاف علاه قيت هذا يهضر امامته، علاه خلاه حتى من دخل عند زينب وشافها وعجباته باش حرم تبني؟ صح انا معليش نجاوبك. صح انا قلت لك، انت نعطيك مثال غير صغيره، انت دركا في عمرك في 10 سنين يدخلوك تقرا في الجامعه، اسكو تنجم تقرا في الجامعه تقرا قرايه تاع الجامعه؟ ما تنجمش. هذوك القريش كانوا ما عندهمش، كانوا جهال فاهم، تسمى جاهم حبه. شكرا يا رباك. باش تكون مسلم، انا شوف باش تكون مسلم لازم، انا نقولها لك اسمح لي، مي باش تكون هكا لازم الاي كيو نتاعك يكون 0. بوتان انا نهضر معاهم نقول له علاه ربي ما كانش الاخرى تاعو حتى شافها زينب وقال لك احسن الخالقين، ويقول لي انت تقرا في 19 سنه تقرا في الجامعه. كل يوم راني انفورم والله. سبحان الله سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختاه بون، انا من وين تنكتب لك الكومونتير باش يطلعني؟ خفت منك. نو ما خفتش مني، لا تخاف مني، انا راني لا بدك كاش حاجه باش تخاف مني، انت ما تخافش ياك. ما شفتكش والله، ما شفتك عزيزتي. كي اسمك؟ الله ليليا. هيا مرحبا بك ليليا عزيزتي. اوكي اول شيء نشكرك طلعتني في اللايف تاعك، عندي تداخل معك اذا امكن تقريبا ان شاء الله رب. الاخ ميلود، انت لما نعرف العائله تاعك، الحمد لله نعرف العائله تاعك ما شاء الله. انا من وهرن، لكن عندي رجل اختي من الولايه تاعك، ومن يعني بالاحرى من الدائره تاعك ان شاء الله ربي. ايوه عائلتك يعني نشهد عليها عائله محافظه، وانت تاني كنت ما شاء الله عليك كنت متدين، تعرف الدين، تعرف القران، تعبد ربي ما شاء الله. هذه نحكي لك قبل، لكن انت اختاريت وجهه اخرى. انا نحترم الوجهه تاعك، كل واحد وعنده عنده الاختيار الطريق تاعه، لكن انت اختاريت الاسلام باش تحاربه. لماذا اختاريت الاسلام لكي تحاربه؟ انت اخترت الالحاد، لكن لماذا اختاريت الموضوع الكبير بالاحرف الكبيره
أن تناقش الإسلام. لماذا لم تختر يعني مجادلة مع اليهودية مثلا، أو المسيحية، أو البوذية، أو ديانة أخرى؟ يعني لماذا برافو، اخترت الإسلام لكي تهاجمه؟ برافو، أنا يعطيك أريد الصحة. يعني أنا أخاطبك بكل احترام وانا لأن تاني ميرسي على ميرسي عزيزتي، ونجاوبك، نجاوب بنتي، دوك نجاوبك. نعم، شوف، أنت أكبر مني سنا، يعني كنت تقول يعني الابن تاعك عنده 27 عام، يعني أنا نشوف فيك أنت كبير عليا، نحترمك، تتكلم معايا باحترام وأنا نتكلم معاك باحترام، يعني نحن معليش ما نترك. تخافيش، ما تخافيش بنتي، ما تخافيش، غاديين عمك لا ميهم. أنا ما خافش، يعني أنا ما خافش، دوك خاف نجاوبك من خلاص، حاجة واحدة معليش. فقط. شكرا شكرا، يعطيك الصحة، معليش. غير غلق المايك وغادي نسيي ان شاء الله، ربي يشرح لي صدري وحلول. يلا دقيقة دقيقة، غادي دقيقة، غادي نجاوب بنتي. اسمحي لي اختي، راكي تسمعوا فيا دروك. بون، شوفي، السؤال تاعك بيان سور يطرحوه الناس بزاف بزاف، وهنا نحاولوا نجاوبوا عليه كل مره، رغم انه خارج النطاق بالحقيقه، ولكن هذا حقك انت كشابه تطرحي السؤال، تقولي كيف لشخص يعني كان داخل الاسلام، كان يصلي بالناس، كان مع تسمعوا فيا، خمسه على خمسه، يعطيكم الصحه، يعني كيف كان حتى وصل حتى وين صلى بالناس، يعرف الدين، يعرف عائله محافظه، كان حافظ القران السنه كذا، وصل انه يجي واحد اليوم اللي هو يهدر على النصوص ويدير اشياء اللي يمكن تجرح الناس عنده. وهذا معليش هذا حقك، وحنا انا نحاول نجاوب رغم انه جاء يعني الحقيقه سؤال متعب شويه، ولكن انا نجاوب. اول شيء انا ما عنديش مشكل نهدر على المسيحيه ولا اليهوديه، رغم اني جهلي فيهم، ما لا نعرفوش. معليش معليش معليش، تغلقي المايك، معليش تغلقي المايك حتى نكمل، معليش تغلقي المايك، معليش تغلقي المايك حتى نكمل، ولا نغلق لك المايك ما حبيتي، باسكو انا خليتك هدرتي تل 4 دقائق ما قاطعتك، ما غلقي المايك حتى نقول لك تفضلي. بيان سور ما عنديش اشكاليه اني نهضر اللي هي خرافه، اليهوديه ولا المسيحيه كما الاسلام، بيان سور خرافه. اللي يبغى يدخل اليوتيوب تاعي يشوف، راني داير معاهم دي ديبا انا وجاك هنايا، وبالفرنسي وبالعربيه درنا معاهم دي ديبا، يعني ما عنديش خوف ولا يعني خلفيه اني نخاف منهم، ولكن ما عنديش اهداف اني نناقش واحد على اليهوديه والمسيحيه، لانه ما عنده حتى تاثير. لماذا انا نناقش الدين الاسلامي؟ ناقش الدين الاسلامي لاني نشوفه دين اجرامي، دين قمعي. كيف؟ انه مثلا الاخت ليليا اللي راهي معايا الحقوق نتاعها راهي مقموعه بالاسلام، باسم الاسلام، وهي ما على بالهاش. لماذا ما على بالهاش؟ لان راهي مقموعه بالاسلام، باسم الاسلام، وهي ما على بالهاش. لماذا ما على بالهاش؟ بخرافه بكل شاسه، وما تدوا لها حقها. لو كان تهدر كي تهدر تقول لها ما ودي انا كيفي كيف الراجل اللي اليوم العلم ثبت لنا باللي ما كانش فرق، يعني نهضر لك على الحقوق، واش يجي عندها واحد يجي يقول لها الرجال قوامون على النساء بما وكذا، وبعدين يقول لها الراجل عنده الحق يضرب المراه، خوك عنده الحق يدير المراه اكثر منك، انت ما عندكش الحق في الشهاده في الحدود، انت تزوجي وانت طفله صغيره بدون اذنك اذا كان حبابك يزوجك، يعني زائد السب الشتم، يقول لك في الاسلام كاين العبوديه، يعني قتل المرتد، يعني السارق، ملك اليمين، كل هذه الاشياء هذه، وخاصة الأشياء اللي عندها مازال عندها تأثير في اليوم. تخيل اليوم في 2024 أنا كجزائري كي نتزوج عندي يعني في الدفتر العائلي زوجة الأولى، زوجة ثانية، زوجة ثالثة، هذه إهانة لي أنا قبل كل شيء، زائد إهانة للمرأة اللي هو الظلم، هو كلام جهل تاع القرن السابع. لهذا أنا مناضل، أنا كي نهضر على هذا الشيء. والإسلام في الجزائر ماهوش مجرد دين، لو كان هو جاء مجرد روحانيات، مثلا الأخت ليليا هي مسلمة تروح تصلي في الجامع ولا تروح تصلي في البيت نتاعها، يعني وتخلي كيما راهم يديروا بعض النرويجيين ولا السويديين ولا اللي هما يتبعوا المسيحيه ولا الكنيسه، ولكن ابدا ما يتجرأ يجيك في الفضاء العام ويقول لك قال عيسى لازمنا نديروا قوانين يقمعوا المراه ولا يقمعوا الاقليات باسم هذا الدين. ما يديرش هذا الشر، انه يعرف لو كان يديرها هذه غادي يتعفس عليه ويتعفس له على الايديولوجيه تاعه. حنا الاسلام السلطه الدينيه،
يعني مجرد انك تهدر في اي موضوع الحقوق يقول لك قال الله قال الرسول باش يسكتك. سي بوغ سا، سي بوغ سا اللي احنا رانا نهضروا على الدين، وراني نهضر على الدين يعني نهضر عليه مجرد باش ندافع على نفسي، باش ندافع على حقوق. هذا ما كان، ما راني نتهجم على الاسلام، ما نكره الاسلام، ما نكره اختي، ما نكره المسلمين، ما نكره حتى واحد، بالعكس انا كشخص مضطر اني ندافع على شخص مسلم يمارس الشعائر تاعو، اذا جات دوله منعاته ولا جاء اي شخص يعني منعه. تفضلي يا عزيزي اذا كان عندك جواب. مانيش نسمعوا فينا مدام، ان شاء الله كنتوا تسمعوا فيا يا اختي الكريمه. يا اختي وش صاري، مانيش نشوف فيها. اوكي اختي هبطت، مش بس ما عندهاش جواب، ما كانش مشكل ما عندهاش جواب. انا مانيش نسمع في اختي هبطت. ها يا أختاه في الإسلام، كنت سمعي فيها أختي ولا؟ آه ما عندهمش هذول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ما عندهمش هذول. الو السلام عليكم. سلام خويا. السلام عليكم. انت ما انت دين ربي، انت ما عندكش باغي. الو وي السلام عليكم، ماني نسمع فيك انا خويا. سقم لي انت، طلع فيك الشجره، طلع فيك الشام، مانيش عارف انا الدرج ولا. دعي ربي يعطيك شويه انت الناس. هل كاين واحد يطلع معنا؟ طلعت الاخت هذه رجعت. نعم يا استاذ. انتهى نورمالمون، انت هبطتني نورمالمون. نو نو ما هبطتش، بيان سور ما نهبطكش. شكرا. قلت لك بلي لما انت اختاريت الوجهه تاعك ما تحاربش الدين، ما تحاربهش يعني، ما خلي خلينا احنا في الجهل تاعنا. انت مشي لما انت ما راكش غلط، وحنايا تاني ما ناش غالطين، كل واحد يعبد. انا قررت ان نعبد شجره. لا الاخ، لا الاخ ميلو، شوف انت قررت ما تعبد حتى اله. شوفي غادي نهبطك، سمعتيني واش قلت لك ولا ما سمعتينيش؟ اسكو سمعتيك كنت نهضر ولا ما سمعتيش؟ مانيش نسمعو فيك اختي، قدبي المايك ولا ما شافش كي ديري. بالك ما سمعتنيش كي كنت نهضر، والله ما سمعتني. انني قلت لك باللي انا ندافع على المسلم باش انني قلت لك باللي انا ندافع على المسلم. عاودي طلعي اختي ما عندك مشكل. اوكي 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 واقيلا كاين جاست، دوك نحيه دوك نحوزو. وي كاين سينيال راه بزاف بقى سينيال. لا ايه ايه yeah. How are you, man? Brother, how are you, brother? Yeah, fine. Bye bye. I'm sorry. بون جماعة نقول لكم في العشية إن شاء الله غادي. وين راهي هذه الأخت هذه؟ تعاودي تطلعي أختي ولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله بيهم لاباسة. الحمد لله، ربي نشكر أختي. الحمد لله. انا ما جيتش نناقشك في الدين خويا، انا من اهل السنه. حبيت برك صارت لي حاجه حبيت نحكيها، هذا ما كان.
هي تفضلي. هي خطره انا صرا لي بروبليم مع واحده، تفهمني يا اها بغيت حل هذا المشكل، شغل انا تحقرت ما عنديش الكتاب، فهمتني يا ما شديهاش بالشعر ولا تعضيها ولا كيفاه؟ ما عضيتيهاش ولا شديتيها بالشعر ولا لا هذيك خلينا، هذوك لي بروبليم مانيش نحكي عليها. شغل باهي تفصل هذا المشكل، قرروا يديونا نحلفوا في المصحف، تهمتني انا بالسرقه. انا قلت خلاص سي بون، مادام فيها مصحف وفيها حليب راح تخرج فيها الحكايه هذه، راح تخرج فيها. ورحت حلفت وحلفت هي بورتو، شغل هي حبت تنتقم مني، حلفت نورمال، حطت يدها في المصحف وحلفت. انا كي شفتها ديجا حلفت، انا تخلعت مع روحي، عبيك عدت نترعد، عدت نرجف، حلفت موراها. خرجت لها حبه ولا وين خرجت لها حبه؟ قولي لنا دير اختصاص. لا شوف، تلاقيتها في الطريق تضحك لي في وجهي، ما بيها والو. انا اللي قعدت فيا الحكايه هذه، قعدت فيا انا شغل حطت يدها حلفت ونورمال عادي، وحلفت موراها ما صرا لها والو، عباك دخلت في بعضايا. من هذيك انا من هذيك حكمتني شويه وسويس بورتو، دعيت وقلت ربي كيما دارت لي شغل، اي تهمتني بحاجه كبيره، وهي غير باش تنتقم مني، صرا بيناتنا كو باش تنتقم مني. هذه هي الناس، لو كان الدعاء جاي الله جاي يستجيب. شوفي عندنا 1400 سنه، يعني على الاقل عندنا 50 سنه وحنا ندعو على اسرائيل. شفتي اطفال غزه وش وقع فيهم؟ شفتي اطفال سوريا وش وقع فيهم؟ اطفال العراق والله 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 ما استجابش. راح يبي يجاوب لك انت ما دام، ولا يجاوب المراه. يعني العبد لو كان صح الله يستجيب، كان يستجيب الاطفال اللي ماتوا بالالاف ويتعذبوا، والنساء اللي تقتل وتعذب وتغتصب، لو كان يعني يجاوب. الكلام هذا ما كانش، لانه لا يوجد اله ما دام. كي باغي تاخذي حقك لازم تخدمي وتناضلي باش تكون في دوله نتاع حقوق، باش الحق تاعك كي تظلمك واحد ولا يظلمك شخص ترجعيه. هذا ما كان الحل الوحيد ما دام. انا مانيش نقول لكم الاسلام ما كانش، والله هذه حاجه خاطيتني ديريكت، انا ما تلحقش باش نهضر في حتى ديانه، بصح كي لحقت حلفنا في المصحف وديجا ما صرا لها والو، انا بريسيت ديتها شهر وانا مريضه وهي راهي تدور ولاباس عليها. هذيك لي من هذيك نكذب عليك، كنت نصلي كنت حبست حتى الصلاه حبستها. اعوذ بالله. اما لا غير بشويه بشويه عزيزتي، وشكرا على الشهاده تاعك وعلى البارتاج. صح اخويا، ربي يعاونكم. ميرسي ناس، ميرسي ناس، الله في روح بنتي. تعيش. وي راني عاد كنت نهضر وهبطني، ما على باليش علاش راك. حتى واحد راه يهبط فيك. عندك مشكل في الانترنت؟ نو نو، عندي الانترنت بيان. انا اوكي معليش، غادي نشوف. شوفي المشكله تاعك انك مسموح انا نهضر، ما سمعتيش واش قلت. سمعتيني واش قلت ولا ما سمعتينيش؟ صح الاخ انترنت بيان. أنا أوكي معليش، غادي نشوف. شوفي المشكلة تاعك إنك مسموح أنا نهضر، ما سمعتيش واش قلت. سمعتيني واش قلت ولا ما سمعتينيش؟ صح الأخ الحمام. أسكو لا سمعت. أسكو الأخ أنا شوف سمعتيني؟ أسكو سمعتيني واش قلت لك ولا ما سمعتينيش؟ أنا ما قنعتنيش الخدش، قلت لك علاش تهاجم بالدين؟ أسكو أنا قلت لك، أسكو أنا بون تشوف هادو، أسكو أنا قلت لك قنعتك ولا ما قنعتكش؟ ما تقدروش تعطيني جواب مقنع، يعني يعطيني حجة. يا ربك والو يا رب. اسكو انا قلت لك قنعتك ولا ما قنعتكش؟ قلت لك اسكو سمعتي الكلام اللي خرجته من فمي ولا ما سمعتيش؟ عباك سي انكرويابل. وقيلا تسينيالي وي، معليش خليها تسينيالي، تدعي ربها ولا تسينيالي. اسكو مدام، اسكو انا نعاود لك، اسكو سمعتي الهضره اللي قلتها ولا ما سمعتيش؟ واه كي كنت تهضر انا فهمتك شراك تهضر، لكن واش واش هضرت انا؟ كيفاش كيف فهمتيني؟ كيفاش انا نقول لك باللي انا واحد مسلم يكون مسلم يمارس الشعائر تاعو هذاك حر، الاسلام راني نهضر عليه باسكو راه ياخذ لي في الحقوق تاعي، وعطيتك دي زيكزومبل واش من حقوق باريزوم اللي يتعدى لي عليها الاسلام؟ قلت لك لكن الاسلام راني نهضر عليه باسكو راه يقمعني، راه مرجع بلادي متخلفه، راه يدي لي الحقوق تاوعي. اوكي هذه وجهة نظرك، لكن ميهوب معليش غادي نشوفوا، غادي نشوفوا ولا وجهة نظري ولا حقيقة، دوك نشوفوا ما كاينش مشكل نشوفوا. مدام انت واش رايك في انه الراجل يضرب مرته في الاسلام؟ انا الحقيقة انا خويا دايرني في عينيه، ما يضربني ما والو. معليش انا نقول اسكو نسقسيتك مدام دخلتي المدرسة في حياتك ولا اسكو انا سقسيتك على خوك؟ انا دخلت
راجل خويا راجل، ماناش ما مرأة. قلتش راجل، ما قلت لك انا نهضر على الزوج والزوجه كما يقول الله في القران. الله يقول في القران: وان خفتم نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كاين قانون في البلاد اللي انا عايش فيها يقول ممنوع منعا باتا الرجل يضرب المراه والمراه تضرب الرجل، وهذا القانون يعني يحبوه في الجزائر. وكاين قانون الهي نتاع الله نتاعك يقول الرجل عنده الحق يضرب المراه بعد مراحل. شكون هو القانون اللي خير مدام؟ انا شوف، انا ما تناقشنيش بهذه الامور، انا جيت نناقشك لما تكوني تهاجم بريير مدام، كي تكوني بريير، كي الجنسيه. تكوني بريير واحد بتناقشي معايا، كي تكون عندك الجرأة وتكوني بريير واحد تناقشي معايا مدام، فهمتي؟ كي تكون عندك تنزعي هذيك القدسية العمياء والخوف روحي تناقشي. على الأقل كي تكون عندك مدام شجاعة روحي تناقشي، ما تقدريش تناقشي إلى قانون تاع الضرب مليح ولا مش مليح. هذه ما تقدريش تجاوبيها وباقي تناقشيني وتقولي لي ما تهضرش في الدين. سي جوستومون هذه المشكلة تاعك مدام. فهمي مليح عقلك، خدمي عقلك شوية. يعني عندك كلام سقسيتك قلت لك كاين قانون يقول لي يضرب المرأة والآخر يقول ما يضربش المرأة، هذا ما قدرتيش تجاوبي عليه، وراكي ومنطقك تجيب يقول لي اسكت ما تهضرش في الدين. فخورة بديني، واش من دينك فخورة بيه؟ تاع زواج الأطفال، نتاع العبودية، نتاع قتل المرتد، قطع اليد، نتاع السب والشتم، نتاع الجهل. يعني الله يعطيك مصيبة، قال لي وشك تعلف مصبح. والله لا عندك صح، نسيت. وي انا كي كيهبلوني هذه، انا كنت ناكل في العلكة والله كنا نوم ونسبك دروك. يا رب اخلقني وضعك. انا كنت ناكل في العلكة ونسيت روحي. نطلع هذا. استغفر الله واتوب اليه. سكينة عندك مشكل في الانترنت انت، توجد تحبي تطلعي معايا؟ مي جماعة الله يخليكم، اللي يحب يطلع معايا يسقم الانترنت. كاين وحدة تحب تطلع معايا تناقش؟ مسكينة بصح هي ماشي من اهل السنة والجماعة، توجد تحب تطلع. ما براسك، ما انت ما كاينش من اهل السنة والجماعة، لك تحبي تطلعني؟ طلعني. وي السلام عليكم. انا من اهل الناس اللي كيما كيفك. السلام عليكم. سلام عزيزتي. وسلام. سافا tu vas bien comment vas-tu؟ الحمد لله على نعمة. dis-moi tu sais avoir un peu de courage، ماشي تطلع في لي لايف تحاربني، لو لايف تاع مريم تمرق هاد وباش تقول لها هبطي بنادم. دونك غير سا سي اون بروف كو tu n'as pas assez le potentiel pour avoir une conversation avec moi point à la ligne. دروكا غادي نهضروا على قوامة الرجل، نهضر انا ونتهضر نتايا، مهم ما تهبطنيش، خلي الناس يسمعوا النقاش تاعنا. سي تو ان بو دو كوراج. انا ما عنديش الكوراج. با سي تون بي بور توا، سي تون بي بور توا. سلام. دين ربي انت مسمي روحك اوري، مسمي روحك اوري ودي لك عباك. ما قلتليش كنت نخليك تهضر، ما نعرفكش انا كاع مره. كون ما قلتليش كنت نخليك تهضري، بس هذه تاع اوري ودي لك عباك. ما قلتليش كنت نخليك تهضر، ما نعرفكش انا كاع مره. كون ما قلتليش كنت نخليك تهضري، بس هذه تاع يتربى يبقى عايش شويه حتى كي تعاودي تطلعي الخطره الجايه تبغي تناقشي نطلعك. هذا المانيبيلاسيون نتاع الاسلام نتاع الله والرسول، تا با كوراج ونتا با نتاعك، هذه سا مارش با افيك مو. نورمالمون انت ترسلي لي سبع مدام باقي باش نطلعك في لايف تاع 1000 واحد. يروحك اوري متخبيه، نورمالمون تفرحي اني مطلعك. تخاف منك، انا ندير اسمي وصورتي وداير الاخرى تاع ريسكي، تخاف منك انت. وي السلام عليكم سكين. وي السلام. انا يا كنت ديجا طلعت معاك انت وامينه وعاودت الحكايه ديالي علاش خرجت من الاسلام، بدلت سميتي راه انت تكون قدرت تكون عاقل عليا. سينو بغيت جوج الحوايج اليوم. كاينه واحد الملاحظه وكاين واحد السؤال. الملاحظه، انا شفت السعوديه تتفتح احسن من الجزائر، احسن من المغرب. لا ديرني ايفينمون كان واحد الديفيلي دو مايو دو بان باغ لا ياسمينة لا ماروكين، سا سيتي اون رومارك. دوزيام شوز، سا بغيت نشوف واش صح ولا ماشي صح، بصح هذاك لوغوا بن كومبري سابيل بن سليمان بن سلمان بن سلمان، واش بصح باغي فيزيتي لي حديث؟ بيان سور، الى ديجا في فوالا، سا دونك سا دون دو ليسبوار، سي انكوراجون. شوفي غادي نقول لك فيما يخص بن سلمان، بزاف الناس يتراوح وي سا دون كيكو شوز وكلش، وحنا يلفو بروفيتي. مي انا بالنسبه لي انا لا اساند الديكتاتوري مهما كان،
وي غادي داكور غادي بيان سور غادي حنا نستافدوا من الخدمه تاعو ما نكذبوش على روحنا. مي انا مقتنع بانه عمل اي شيء عن طريق ما يسمى بالحاكم المتنور بالقوه ما راحش يغير شيء. نعم راح يغير يمكن هذيك الفتره، ولكن غدا راح يكون انقلاب ولا يكون فيها اشخاص اخرين، راح ترجع الامور الى مجراها. لهذا ولكن لما تكون فيه تغيير عن قناعه، عن ديبا، عن ديسكسيون كيما رانا نديرو فيها، كيما هم الناس اللي مثلا راهم يجوا عندنا ماهوش بالضروره يخرج من الاسلام، يقدر يكون مسلم سني ولكن يقول لك انا الان الدين تاعي راح نخليه كروحانيات، ما راحش نستعمله ك يعني سلطه على الناس الاخرين، يقدر هذا الشيء. هذا هذه نامن بها. اما انه الانسان يجي عندي ويقول لي انه القوه ومنور وكلش، انا لا اؤمن بهذه. مي احنا ما كاينش مشكل، احنا اي حاجه تجينا من طرف اخرى مساعده للبلدان تاعنا قبلوها ونفرحوا بها. Le fait aussi là que défiler de maillot de bain en Arabie Saoudite, c'est une goutte dans l'océan, mais ça prouve qu'il y a une petite ouverture. Oui, je vois. Voilà, sinon, bah, merci pour tout. Et la personne qui m'a montré Meho et Jacques Le Fou, c'est elle qui m'a renseigné pour ça. Elle vous adore et je vais vous dire à quel point les gens vous adorent. Cette personne ne parle pas l'arabe. Elle vous écoute. Ça lui suffit de lire les commentaires et quand vous êtes avec Jacques Le Fou et vous parlez français, elle vous adore. Voilà. Oh, merci. Elle t'adore. وقول لها اني كي نجي لفرنسا جو في تفيزيتي. هيا با تسوسي. داكور ميرسي بوكو ميرسي ميرسي الي ميرسي ما شاء الله. هيا تحيه للحب. ميرسي اعوذ بالله. وي فاتحه وا امي بوا دير رايك دير رايك كي راك داير صافا شتي شحرام يحبوا فيا نسا يا بن عمي ها هو انا واحد صورت عليك سيدي محمد قصت الزياره عليك والله الحمد لله. بلو ما نقدرش نطلعك باسكو ما عندكش متابعين، راكي عايشه في اوروب جو بونس. راني غايه اختي الحمد لله يا ربي. رحتي زرتي سيدي محمد بن عوده؟ انا واحد زرت سيدي محمد بن عوده وجدي هذاك. ابو ها جدي كون ما رحتش صافا. ما كيفاش جدك؟ انا كيتسمى راكي لافامي تاعي فيا. ها جدي هذاك من الجد الحمد لله. وكاش معطاك ولا والو؟ ما مد لي والو في الساعه. ايوا وانت كاش ما مديتي زياره ولا مديت الزياره؟ والله هلا عييت المد. كون مديتي لي انا زياره والله العظيم لا غادي نستجاب لك. شعلت الشمع فيها، صلحته بالحفاء، درت كل شيء فيه. ما بصح كون مديتي لي انا زياره كون سلتي لي كاش السبع ولا كون راني جاوبتك. ها وانا علاه انا ما على باليش هذا، وراني قلت بالك نمد لك ليك الزياره انت. اما لا خلاص الخطره الجايه كي تدخلي ارسلي لي سبع ولا غادي نجاوبك احسن من سيدي محمد وهاد الصوالح هذو. ها والفناه مش جدود والفناه ديك الصحه. واش عادي تحكي مسلم الاسلام بديناه من جدود، الصلاه فلاه مش جدود والفناه ديك الصحه. واش عادي تحكي تي مسلم الاسلام بديناه من جدود، الصلاه لقيت عايش في فرنسا وما كانش عندي الوقت باه نحل كتاب تاع القران ونقراه. وراجلك كنت تضرب به شويه ولا لا؟ ما شوي كونتر تو سا. وهو كان هو كان يطبق الاسلام شويه يضربك ولا كنت خطوطة؟ ما نقبل اللي يضربني ما نضربه. كيفاش انت واللي يضرب عندي ماشي راجل، واللي تضرب عندي ماشي امراه. وتسمى الله كي قال في القران عنده الحق الراجل يضرب ماشي راجل. شوي كنت خطوطة. يا برافو برافو مدام، والله نستعرض بك. كنت خطوطة والله نستعرض بك مدام. طفله تتزوج مولاها 9 سنين. 9 سنين انايا كنت بخنونتي حاشاكم وكنت نلعب بالعرايس. اي برافو راكم تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله الواحد يكون صريح. اي ما شاء الله سيدي. تكون صريح مع روحك قبل ما تكون صريح مع الناس، تكون صريح مع روحك. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يكون حوارنا قيم ان شاء الله ولتبادل الافكار حتى تعرف الناس حقيقة ما تقول. أنت لا تؤمن بأن هناك خالق في هذا الكون، صح أم أنا غلط؟ ثم إن شاء الله برب. أنا بقيت كيف عرف الرسول 54 سنة أن عائشة بنت 9 سنين تطيق الوطن. باه. أولا هذه رواية، وأنا سأبين لك أنك مخطئ في هذا.
متى ولدت عائشة؟ يلا شوف في الجوجل عندك متى ولدت عائشة عام الفيل. اي قود عليا يا رب مصباح، ويكتب طلعني ودير لي هذه وعمل لي وكلش وطلع اوه عليها هضرتي ديك مقاوة التربية قطع عليها هضرتي انا وانا شفتي بلا ما يكون بالسلاح شفتي قاطعك نورمال هاو كيف يقطع عليا الهضرة يسمك لك قطع عليا رزقي لا بس هو رجال قوامون على النساء على بها قطع لك الهضرة راح يقطع دخل بغيت نقول هذا قوامون انا كي كنت مبكر على الخمسة تاع الصباح ولابس السروال ونروح نخدم ما كنتش قوامون وهجاله ونخدم على ولادي قوامون وفي فرنسا في الغربة ما عندك حتى واحد من الفاميليا اللي تتكى عليهم استغفر الله لا حول ولا قوة إلا الناس كانت كي ترقد وتتقلب وتنوم أنا الخمسة نقوم برا نخدم فتيحة أنت جزائرية ولا مغربية؟ جزائرية مغريزانية حرة من البول الجد أبو؟ أهاوي وش من جهة غليزة؟ الرمان أبو؟ ما تعرفيش بوشامة تاع الرمان؟ بوشاماسي نعرفهم راني نقول لك غليزانية من البول الجد الجد الجدودة ما كنتش تشوفي كيفاش يسموني أنا؟ والله ماني نشوف كاع مي هو بوشامة؟ حياك غير حدايا في الزيتون العدو العدو هيا يا العدو شارك داير شفتي كيفاش فكرتني بلا جونس فكرتني بالعرايس وفكرتني بالبوبيات و... هاكي شفتي اخويا شفتي كيفاش هاد الدنيا هذه مشي اخويا ميرسي ميرسي يعطيكم الصحة شفتو ها ها لا فامي ها واحد يكون صريح مع روحه هو الاول والمسامح كريم والواحد ما يعايرش ما يسبش علاه يقول لك الواحد يسمح في حقه انا نسمح لا ما ما انا ما نسمحش في حقي مادام ما ميرسي مادام يعطيك الصحة فاتحة صافي بليزير طلعتي معايا صافي لونتون السلام عليكم الله يسلمك الله دايرين صافا انا غاية اختي الحمد لله بس اختك مي هو سيني عزيزتي لو بيت لو بيت تاعك تاعي شو ولا ما فهمتش ايوا انا خصني امراه مسلمه تكون مرفعه ورك بيت توصل ورك بيت توصل بهذ العقليه لكم دينكم ولي ديني واش قلت لي شنو هذه لكم لكم دينكم ولي ديني وتعرفي شنو هذه في دينه واش شنو معناتها هذه انت بيت لحدنا بالسيف شي بالسيف يعني الكلام اللي كتقولي فيها كيعرفوا واش كتقولي ولا كتها ولا كتيري برك عارفه شنو نقول على بالك بلي هذه ايه منسوخه اللي كتقولي فيها ها بالك بلي ايه منسوخه ثاني بروف بلي منسوخه منسوخه على بالك بلي هذه ايه منسوخه اللي كتقولي فيها ها بالك بلي ايه منسوخه ثاني بروف بلي منسوخه منسوخه سلم ديجا راك صليت على النبي دروك هذه الحاجه الاولى حبيبي يا رسول الله يقول لك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا لثلاث الزاني المحصن التارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس وفي حديث آخر في البخاري ومسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه وفي فتوى للعلامة بن باز يعني فيما يخص حد الردة عند العلامة ابن باز يقول فيه يستدل فيه بسورة التوبة الآية رقم 5 وهذه الحديثين يعني أنا ميهو خرجت من الإسلام فيك راك تعرف الدين تاعك تاعنا خم اللي نعرفه احنا ماشي غير انا هادو تشوفي لا معايا هادو ألف واللايفات هنا كاين جزائريين وما البارح كانوا عندي اكثر من 3000 معليش شويه معليش تكون غير تقاري فيلو معليش فيلو خرجاتك من المله هذه هي باسكو باش انت تجي تهضر على الدين هذيك راه ها الماسي كاين لي جويف كاين بزاف صور هادو ما يدخلوش في الدين تاعنا انت راك تدخل في الدين تاعنا ما فهمتش فان تابوا واقاموا الصلاه فحلوا سبيله في القران من نقرا في القران خويا لها في دينك باش شخصيك انت شكون خلقك خالق تاعك شكون بالطيوه بالطيوه
بون اسمعي شويه اختي، ما كنتش تسمعي، خلاص انا خليتك سمعتي، اسمعي شويه. يعني من اداب الاخلاق انك تحترميني كما سمعتك انا تسمعيني. يقول لك ابن باز يعني راك تيري برك، يعني انت طلعتي تيري برك فيما يخص حد الرده، انه ما كانش لكم دينكم ولي ديني. هذه الايات منسوخه في الاسلام، واحد يبدا نديرو لازم نقتلوه، يستتاب 3 ايام ولا نقتلوه يا مدام. في الاسلام الدين لك تدافع عليه انت، نمام انت غادي شمعي مليحه، يعني التناقض لك ديري فيه. نمام انت ما نسمعلكش، انه الله نتاعك الرسول يقول لك انت ناقص عقل ودين، الله يقول لك ما عندكش الحق الشهري. كيفاش واحده ما عندهاش الحق تشهد؟ الله الرسول تاعك والله تاعك يقول لك ما تكوني متحجبه وما تهضريش معايا، تهضري معايا وراء ستار غير في الضروره، وهذه ماهيش ضروره. هذا الدين تاعك الاسلام لك تدافع عليه، يقول لك انت تقطعي الصلاه كالكلب الاسود، كالحمار والكلب الاسود. يقول لك في القران ولا تاتوا السفهاء اموالكم. من هم السفهاء عن طبري بن كثير؟ هم المراه والطفل والاطفال. يقول لك وان جئتم من الغائط او لمستم النساء، اذا كنت تخرى ولا تلمست امراه يعني تنقض الوضوء، هذا ربك. الميراث تاع اخوك تاعك انت نص تاع اخوك. تزوجي وانت طفله صغيره ب6 سنين 5 سنين بدون اذنك من عند ابوك. يعني تجي تهضري وتقولي لي الدين وكذا وعلاك تهضر وكلش، بس كوني نهضر على دين اجرامي، دين نهب الحقوق نتاعهم، منهم انت مرايا. تشوفي الله يقول لك وان خفتم نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الله هذا اللي راك انت خايفه عليه وترجفي، راكي خايفه من عذاب القبر، قال لك بلي هذا راجلك يخاف غير النشوز. تعرفي شنو النشوز في اللغه العربيه؟ معناتها التعالي والتكبر. انت باريزم تروحي عند اختك ولا عند خوك بلا ما تقولي له، عنده الحق يضربك مدام. شوفي الله هذا الراجل عنده الحق يضربك، لماذا؟ لانه فقط عنده قضيب. وهذا الكلام هذا ما نهضركش على ملك اليمين والعبوديه في الاسلام مدام، وين الرسول الاخلاق تاع الرسول مع ماريا ومع النساء كيفاش دار فيهم وكيفاش عمل مع الاطفال، كيفاش قتل الاطفال. لا ما نحكي لك هادو مدام، نحكي لك غير الحاجات اللي يعني يمكن سهله جدا. علاش يا مدام بنتي تعلمي الدين تاعكم بعد روحي دافع عليه؟ خلي خلي انا نبغي هذا الدين، تدرك شارع دارك ما فهمت. انت معليش عندكش راجل، ما عندكش مشكل راجل، خلي نورمال يضربني الدين تاعي يقول كيما هاك، عندي ثقه في الدين وعندي بزاف سوالح. انت دروك شارع دارك ما فهمت، انت كون جيت في لاجيري ما تهدرش الهضره، انت راك بعيد، راك في الغربه، تراك في اوروبا، ثم عندك لو شوا باش تهدر تطلق روحك، بس كون راك في لاجيري ما تهدرش الهضره انت كاع. تشوفوا انا كافر راجل، راني ضد انه الراجل يضرب المراه. وحده مسلمه ما غاديش يضربها غير هاك ميوب. نعم وحده مسلمه تقول لكم ديش في الدين الراجل ما يضربش، اللي يضرب اللي يمشي راجل هو اللي يضرب، واحد مسلم ويخاف ربي ما يضربش المراه. شو تقدر معك بس ربك، ما اللي يضرب المراه اللي ما يخافش ربي وربك وربك يقول له يعني وان خفتم نشوزهن فاعظوهن واهجروهن. شخصيك انت 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 ربك شكون؟ انايا. واه انتيا تو تشري لي سما اخلوكم وانت راجع على كون فرحت على بالك. ايوا على نفرح، انا عندي رب واحد ورسول واحد، على نفرح نفرح بك انت راك من نيتك. لا زعما انت اللي تبعو غير مقودين تلقاهم عميقين دايرين الشعر بوكلي ولا الهبال هذا ما كان. والله 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 شوف يا انت كنت شويه لك قاري فلسفه بالسير باسكو جاي تتفلسف بزاف انت. انا والله والله انا خاطيني صح قريت شويه فلسفه بصح ما ماهيش التعمق فيها. بصح شوفي انا نقول لك راكي هذا الكلام اللي تقولي فيه كتقولي فيه غير باسكو على بالك بلي اللايف تاعنا رائع، فيه الانسانيه، فيه لاموخ مبني على الحب، مبني على الوفاق، مبني على الاحترام. انت راك في الدين، انت راك في الدين، راك مأكد غير على المراه. نو باسكو المراه انا خلاتني اتاكي غير نسا. نو باسكو من الاسس اللي خلاوني نخرج من الاسلام كي شفت. لا هضر على حاجه واحده اخرى، في الدين ما كاش غير المراه وما كاش غير ضرب المراه، كاين نو كاين بزاف صوالح اللي حبيتي. نعم كاين بزاف صوالح ما كاش غير هذه. انا كنت نحكي لك على الراس، كنت نحكي لك على الراس الثقه في الايمان وفطره هادي هي وهذا هو. وانت قعد كيما هكا، انت غادي يقولك شعرك مبوكلي مهبول في اوروبا طالك زين. عندك عندي الشعر؟ ما عنديش الشعر، كان مبوكلي كان عندي الشعر، كان عندي شعر، كان عندي رطب. لا انت تكمل عليك كيرلي برا ان شاء الله بربي.
اما انا خلاص غادي نروح هذه هي هي ميرسي وانا نحبك 69 وي 69 30 عليكم تكومونتو 69 30 وارن صاي 69 ليون وارن 30 واش 69 69 ربك هادي اسمها 69 زايده في 69 لا زايده في 82 انت شي انت شارف انت لا زايده في 69 نقدي هذه لا زايده في 69 ولا لا كتف 69 جي با كومبري كبير عليا بعام بما ما تبانش تبان في الصوت تاعها بلي جان صغيره بون نقول لكم ميرسي ميزامي نشوفكم في العشيه ان شاء الله هيا روح بعدوني بعدوني جماعه في العشيه